ما أعتقد أيضا بطبيعة الحال أن الذي لعب دورا كبيرا في تحديد الوضع العراقي الحالي وسيلعب الدور الأكبر في تحديد مستقبل العراق بالمرحلة القادمة هي العوامل الخارجية التي سأركز عليها. طبعا النقطة الأولى التي أثيرها في هذه الدقائق المعدودة هو محيط العراق. كيف يمكن قراءة دور الإقليم والجوار العراقي بين نظريتي الحياد والمبادرة؟ لا شك أن دول المحيط العراقي خلال الفترة الماضية كانت تتوزع بين أدوار ثلاثة. هناك من الدول التي ساهمت بمبادرة بشكل واضح بغض النظر عن تقييمنا لهذه المبادرة إذا كانت سلبية أو إيجابية، ولكنها بادرت. وهناك من الدول من التزمت الحياد، وهناك وهو النوع الثالث من الدول التي أحياناً تنكمش وأحياناً تبادر. طبعاً وتسمية هذه الدول، ولأننا في جو أكاديمي قد يكون الأمر واضح، لا شك أن الدول التي بادرت وبشكل واضح في رسم ملامح الوضع العراقي كنموذج لذلك هي إيران. والدول التي التزمت بالحياد خلال هذه الفترة حاولت قدر المستطاع، لكن لسبب أو لآخر، قد يكون ليس هناك من مشروع واضح لديها، أو حاولت أن تنفذ بطرق متعددة مختلفة ولكنها لم يسعفها الحال بدرجة كبيرة، أو أنها تترقب على مدى فترة من الزمن، هي الدول العربية. والدول الثالثة التي تنكمش أحياناً وتبادر أحياناً أخرى، نموذج لذلك هي دور تركيا. والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هل استفادت هذه الدول من جراء قيامها بهذه الأدوار سواء بالانكماش أو بالمبادرة أو بالحياد؟ طبعاً لسنا معنيين بالإجابة عن مقدار فائدة تلك الدول، لأن هذا الأمر خاضع بطبيعة الحال إلى السياسة المتبعة لدى تلك الدولة. ولكن ما هو يجب أن يركز عليه وما نحن معنيون به بدرجة كبيرة هو أن نحلل هذا التدخل وهذا الانكماش كعراقيين كصناع قرار. وأعتقد لا شك أن هناك دوافع براغماتية كانت تحكم كل تلك الدول، سواء كانت تتمسك بالحياد أو بالانكماش أو بالمبادرة. كان يجب كما نعتقد أن يكون هناك موقف جمعي يبادر في مساحات المبادرة حين يطلب العراق ذلك، وينكمش حينما يصل إلى حد السيادة. من المعني بوضع هذه الأطر التي نستطيع أن نتحكم فيها بمبادرة تلك الدول أو مساهمتها في الحياد؟ نحن العراقيون صناع القرار يجب أن نكون ملزمين بوضع الأطر التي نتحكم من خلالها بطبيعة العلاقة اللي تحكمنا مع دول الجوار. وللأسف هذه المسألة ما كانت واضحة بشكل كبير، وقطعا العوامل اللي تحكمنا في تحديد هذا الإطار هي المصلحة الوطنية والرؤية الجامعة. القضية الثانية أيضا وهي مهمة، حملت السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية، أثره على مستقبل العراق. والسؤال الذي يطرح، هل حمل السلاح حل أم هو أزمة بطبيعة الحال؟ لا شك المواجهة مع الإرهاب كانت تحتاج إلى مشاركة شاملة. القوات العسكرية العراقية بعد ما أصابها من انكسار حاولت أن تلملم أمرها، وفعلا بادرت، وهناك انتصارات كبيرة حققتها سواء في صلاح الدين أو في ديالة، وبمساهمة الحشد الشعبي وبمساهمة العشائر وبمساهمة البيشمرقة وفي مناطق متعددة. ولكن ينبغي أن نقف أمام هذه المسألة أمام نظرية الداء والدواء. مرحليا نستطيع أن نقول أن حمل السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية هو حل لمشكلة وتجنبنا لمشاكل عديدة، وهذا الذي حصل الآن. ولكن بعد مضي فترة من الزمن قد
تكون هناك قوة مدربة، خبرة وسلاح وانتعاش ونشوة لمن يحمل السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية، وقد يكون من المتعذر أن تسلم كل تلك الإمكانيات إلى المؤسسة الرسمية أو إلى الدولة. هذا الأمر كما أعتقد مرهون بدرجة انضباط من حمل السلاح، مرهون بقوة الدولة والتي تأتي من احترام مؤسسات الدولة. المهم في هذا الأمر أن نؤطر حمل السلاح، أن نقنن حمل السلاح، أن نضع فترة من الزمن محددة يساهم فيها الجميع. في تقييمي لفكرة دمج الميليشيات لم تكن ناجحة، حينما صدر قرار بريمر في قضية دمج الميليشيات لم تكن ناجحة بسبب أن هناك قلق موجود لدى المكونات الاجتماعية، والمكونات السياسية كانت تضع يدها على الزناد تنتظر اللحظة التي تحتاج فيها إلى السلاح، على الرغم من وجود هذا التشريع اللي مفاده دمج الميليشيات. الحل كما أعتقد أن العسكرة مرهونة باتفاق زمني يساهم فيه صناع القرار بدرجة كبيرة. وأقول شيء، أن المناطق التي سمح لأبنائها أن يحملوا السلاح سواء كانوا من العشائر أو المجاميع المسلحة قد تكون أكثر عرضة لخطر هذا السلاح فيما لو انتهينا من مرحلة داعش، لأننا نحتاج بعد ذلك أن نحترم الدولة، الدولة القوية التي تفرض وجودها. الخوف هو أن نصل إلى حالة لا دولة، ويكون ذلك من خلال نفوذ أطراف وتغول على حساب المؤسسة الرسمية. القضية الثالثة، الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية وانعكاسه على مستقبل العراق، هل هو سباق أم قتال أو اقتتال؟ هل أن ما يحصل هو سباق على النفوذ، على النفط، على الجغرافيا، أم هي حلبة صراع لإنهاء الآخر؟ وقبل ذلك السؤال الذي يطرح، هل هو فعلا سباق أم أدوار وتوزيع لها؟ هناك مؤشرات كثيرة يمكن أن تذهب لهذا الرأي وأخرى للرأي المغاير، لكن ما هو حصل قريبا في معركة صلاح الدين التي تم فيها دحر داعش من مناطق مختلفة، كما كنا نتابع أنها كانت الأقرب إلى إيران، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدي امتعاضها بدرجة كبيرة مما حصل، بمعنى أن هناك مناطق نفوذ وأن هناك صراع. مرة أخرى أقول، الذي يقنن ويحدد أدوار الآخرين هو الدولة العراقية ومن لديه زمام الأمر وفق رؤية موحدة. القضية الرابعة، إذا انتهى داعش أين سيؤول المتطرفون؟ الحقيقة عندما تسقط، يجب أن يفكر العالم جدياً، عندما تسقط آخر قلاع التطرف أين يمكن أن يتوجه هذا الكم الكبير؟ أجد أن المجتمع الدولي غير جاد في محاربة التطرف إطلاقاً، ومنظومة الحرب ضد التطرف ناقصة في العالم، لأنها يجب أن تتوجه أصلاً إلى اجتثاث جذور الإرهاب ومسبباته، وبعد ذلك تنتقل إلى مرحلة معالجة انتشاره وتقليص نفوذه، ويجب أن نعمل بالوقاية ووفق منظومة وقائية. مرحلة ما بعد داعش أعتقد لم يتبقى من الوقت الكثير للتفكير إلى ما بعد داعش، وهي دعوة إلى القوى السياسية قبل ذلك العراقية وإلى العالم أجمع للتفكير بهذا الإطار، لأنه وهذا ما نخشاه، أن تكون داعش كالجرثومة الموجودة في القارورة، إذا انكسرت القارورة يمكن أن يكون هناك وباء وينتشر بعنوان آخر باسم آخر ليس المهم، لكن هناك أرضية وجذور يمكن من خلالها أن تنمو وتنتعش. قضية أخرى أيضا مهمة، الأرض ما بعد المعركة، الأرض التي سيطر عليها داعش و
طبعا تم تحريرها من قبل القوات العسكرية ومن يساندها من الحشد والبيشمرقة والعشائر، طبعا تحتاج إلى فلسفة جديدة للبناء، معنى ذلك ترميم الإنسان وترميم الأرض. ما بعد داعش في المناطق التي سيطر عليها، المجتمع الدولي أدعوه إلى إيجاد أولا صندوق دولي لإعمار المناطق المهدمة. أقولكم بصراحة أن القطاعات العسكرية العراقية اليوم أمامها مهمة تحرير أكثر من 1,000,000 رهينة بيد داعش، موجودة في الموصل وموجودة في بعض مناطق صلاح الدين وفي الأنبار. بعض المدنيين رهائن من النساء ومن الأطفال، غلب على أمرهم أن يكونوا تحت سوط داعش. لو أتيحت لهم الفرصة أن يحرروا لكان الأمر اختلف في مزاجهم، وهؤلاء نخشى عليهم أن يصبحوا ضمن منظومة داعش في المستقبل، لأن داعش فكر وعملية تغذية وعملية إنتاج لمن يناصرها، وبالتالي سريعا يجب أن نحث الخطى في سبيل إنقاذ هؤلاء المدنيين من الأطفال ومن النساء وممن لم يناصر داعش من هذا الخطر الكبير. كيف يمكن للعالم أن يعيننا؟ أقول باختصار وأرجو ألا أخذت الوقت، المصالحة مهمة جدا، وما بعد داعش تحتاج إلى سلم أهلي وتحتاج إلى إطلاق مبادرة شاملة يمكن أن يحصل فيها الوئام الاجتماعي وتساهم فيها كل الأطراف السياسية، مؤسسات المجتمع المدني وحتى المؤسسة الدينية. السؤال الأخير إذن، إلى أين يتجه العراق؟ أقول بصراحة وبكل أسف، إذا لم تتحقق العوامل الأساسية، إذا لم يحصر السلاح بيد الدولة، إذا لم تهيمن الدولة بقوة المؤسسات وقوة القانون، إذا لم يكن هناك من فعل إيجابي إقليمي لا يتصف بالانكماش أو بالحياد أو بالمبادرة إلا وفق الرؤية والمصلحة الوطنية، وإذا لم يحصل هناك وإذا استمر هذا التقاطع على أرض العراق بين إيران أو أمريكا وهذا الصراع الدولي الموجود، إذا لم تكن هناك معالجة سريعة لانتشار التطرف وليست هناك من رؤية للمصالحة الوطنية، أقول بكل أسف أن العراق قد يذهب إلى التقسيم.